استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة. سموه استقبل المنتخب الحائز على لقب البطولة الخليجية الخامسة والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك بحضور السيد عبد الرحمن عسكر الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية والشيخ علي بن محمد الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للكرة الطائرة. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تحياتي وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله إلى لاعبي المنتخب والجهاز الإداري والفني بمناسبة تحقيق الإنجاز الخليجي الكبير، مؤكدا أن هذا الإنجاز ثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي يقدمه جلالة الملك المفدى للحركة الرياضية والتي حققت إنجازات مشرفة على مختلف الأصعدة في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى. وهنا سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أبطال مجلس التعاون للكرة الطائرة مؤكدا لهم أنهم خير سفراء للرياضة البحرينية في هذا المحفل الرياضي الخليجي، مطالبا اللاعبين ببذل المزيد من الجهود في المستقبل وتحقيق المزيد من البطولات، خاصة وأن جميع اللاعبين يمتلكون الحماسة والإصرار على الارتقاء بمهاراتهم في سبيل الوصول إلى خطف الألقاب على مختلف الأصعدة.